مساء الخير على كل البيراميدزاوية، أنا نزار إبراهيم من كبير مشجعي بيراميدز. النهاردة عاوزين نتكلم عن الفوز الكبير اللي حققناه إمبارح عن مباراة المقاولين العرب في الأسبوع السابع من الدوري الممتاز. المباراة دي أصلا كانت متأجلة من الأسبوع التالت، بس عشان اشتراك المقاولين وبيراميدز في دوري الكونفدرالية فتأجلت لليوم ده. طبعا مش عاوزين نتكلم عن اللي حصل قبل المباراة، لأن كلنا عارفين إن دايما قبل كل مباراة لازم كل الناس تطلع تتكلم وتقول أخبار كذب وتهبد، والظاهر إن هما كلهم اتعلموا من الكابتن شوبير إن هما مش هيسيبوا النادي في حاله ولازم يقولوا أي كلام. وكانت آخر هبدة من شبانة أبو البانة اللي طلع وقال إن رمضان طالب من النادي إن هو يمشي وإنه لازم يشوفوا له عقد احتراف لأن هو غير منسجم مع النادي، والكلام اللي إحنا سمعناه ده. ده غير طبعا خناقة أحمد فتحي والناس اللي عايزة تمشي من النادي والكلام ده. المهم إن المباراة ابتدت بتشكيل مختلف شوية. التشكيل كان فيه شريف إكرام حراسة المرمى، علي جبر وأحمد سامي قلب دفاع، أحمد فتحي يمين، طارق طه شمال، والدونجا لوحده قدام، وقدامهم عمر جابر وعبد الله السعيد. في اليمين كان ابراهيم عادل، وفي الشمال كان رمضان صبحي، وقدام كان تراوري مهاجم خفي لوحده ناين فولز. التغييرات دي كلها اتعملت عشان كان هو اللي ما كانش مقتنع بفكره المهاجم جون انطوني، ما قدمش حاجه ومش قادر يعتمد على دودو الجباس من بدايه المباراه. ما فيش مدرب الى الان اعتمد على دودو الجباس كمهاجم اساسي من بدايه المباراه، فهو قال ان انا هلعب بالناين فولس وبتبقى مهاجم خفي وهو ينزل يستلم الكوره وعبد الله سعيد يكمل مكانه او ابراهيم عادل يكمل مكانه او رمضان يكمل مكانه. الشوط الاولاني كان شوط ما اقدرش اقول انه كان عالي، ولكن احنا كنا مسيطرين ومركزين وكان الدفاع مركز جدا وخصوصا في خط النص. وما دام احنا اتكلمنا في موضوع خط النص فاحنا عاوزين نعرف ايه سر ان الشوط الاولاني وتقريبا لحد الدقيقه 80 من مباراه المباراه كان الدفاع منتظم ومتماسك الى ابعد حد عن اي مباريات سابقه، وايه فكره ان خط الوسط كان متماسك المره دي رغم ان برضه كان دونجا لوحده. الموضوع ببساطه ان هو احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان في نقطتين، هو مره لعب بدونجا لوحده ومره لعب عمر جابر لوحده، وقلنا ان ده ليه مميزات وعيوب وده ليه مميزات وعيوب. فالحل الوحيد اللي هو اكتشفه اروى بارينا ان حاجه من الاثنين، يا يقلب ان الخطه ل 4 2 3 1 وده ما عملوش لان هو متمسك بخطته وشايف ان هي تنفع خصوصا في الهجوم، يا اما يعمل حاجه اصعب وهي انك انت تضغط على اللعيبه ان كل واحد يعرف مكانه. فالمره الحاجه الثانيه هو اللي اختارها، هو كمل بنفس الطريقة ولكن رمى عمر جابر في أغلب الوقت جنب دونجا. أول ما الكورة تتقطع وتروح لنادي المقاولين عمر جابر بيرجع أوتوماتيك يقف جنب دونجا، وتحس إن هما بيلعبوا اتنين وعبد الله يخش في النص يبقى إيه 4 2 3 1. الكورة اتقطعت عمر جابر بيكمل وبترجع 4 1 4 1 ويفضل دونجا ثابت على مركزه زي ما هو. يعني من الآخر المشكلة اللي احنا كانت مشكلة منها ان دونجا بيخاف ان يبقى لوحده في الملعب، هو غطاها بان عمر جابر متحرك اكتر بينزل دايما يقف جنب دونجا والكورة مقطوعة. بمجرد ما تتقطع تلاقي ان اول واحد بيضغط على الكورة دايما بيبقى عمر جابر، متفق يفضل ماشي ورا الكورة لحد ما تلاقي نفسه جنب دونجا عشان دونجا ما بيبقاش لوحده، خط النص ما بيبقاش فاضي اغلب الوقت، خط النص ما كانش فاضي، كان دايما بيبقى فيه دونجا يا عمر جابر ويا اما في رمضان صبحي او في ابراهيم عادل، المهم ان دونجا ما يحسش ان هو لوحده في خط الوسط. عشان كده ما كانش فيه هجمات مميزه ولا خطيره، رغم ان نادي المقاولين عنده اتنين في الهجوم فظاع جدا، الجزيري واللاعب البرازيلي كانوا بصراحه كولومبي لاعب يعني مميز جدا، ومع ذلك لم يحققوا اي هجمات خطيره اللهم الا الغلطه بتاعت الكره اللي كانت مردوده بالعكس وحصل هدف واتخذت حسب اوفسايد، ولكن ما حصلش حاجه بعد كده في الشوط ده. فنيجي بقى دي الفكره بتاعت خط النص. موجود بقى موضوع بقى تراوري ان هو ليه بيلعب هو الناين فولتس رغم ان هي احنا شايفين ان هي ملهاش دور. الفكره مش في ان هو تراوري يبقى المهاجم واللي يستلم الكوره، واحنا كلنا عارفين ان هو مش هيخلص الكوره، ولكن الاهم منه انه يفتح مكان للي جاي من بعده، وده اللي حصل في الفرص اللي كانت موجوده. اغلب الفرص كانت بتتلعب من ناحيه رمضان صبحي ويعمل دويتو اللي هيبقى ثنائي مميز مع عبد الله السعيد، وكانت صارت منها كام فرصة ولكن
انطوي تراوري قصدي ما قدرش يخلصها. دي نقطة كانت مهمة جدا، يعني هو دور تراوري كان انه يفتح المجال للاعبين اكتر من ان هو يسجل، ولكن هو يعني عمل الاولانية لكن ما عرفش يعمل التانية لانه ما سجلش اي حاجة، لحد ما جت الهجمة في اخر في نص الشوط الاولاني من فاول من ناحية الشمال، وذكاء جدا ان طارق طه هو اللي رفعه مش عبد الله سعيد كالعادة، وزي ما قلت مش لازم عبد الله سعيد يرفع كل حاجة، وطارق طه لعبها في اتجاه المرمى وده اصعب، لان كل اللي انت محتاجه ان انت تغير اتجاه الكوره، وده اللي عمله احمد سامي انه طلع وجازف ولعب ولحق قبل الحارس المرمى واحرز اول هدف ليه في مع نادي بيراميدز. شريف اكرامي اتصاب في الدقيقه 35، تحمل على نفسه، غلط اكتر من 3 4 غلطات في الشوط الاولاني نتيجه هو مش ملاقي دونجا في المكان ده ونتيجه الاصابه اللي هو فيها، فاضطروا ان هم يغيروه، والافضل ان هم غيروه ونزل مكانه مهدي سليمان، وأدى شوط تاني مميز رغم إن أنا زعلان منه برضه، مع الكلام اللي هو قاله وإن أنت تسلمنا للإعلام الأهلاوي القذر إن هو يجي يتكلم علينا ويقول أصل أنت ما عندكوش عدالة، وبص الحارس بيقول عليكم إيه، أهي جات لك الفرصة لحد عندك ولعبت، يبقى كان لازمتها إيه من الأول؟ وليه تسلمنا تسليم أهالي للناس اللي هي أصلا مش طايقانا؟ ده أنا زعلان منك جدا 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 في النقطة دي. احنا بنحبك اه وانت السبايدر بتاعنا ورقم واحد، لكن مش كده، حقك هيجيلك لكن من غير ما تسلم النادي، من غير ما تقعد تدي فرصة للناس ان انت تتكلم عليه. الشوط الثاني عمل تغييرة غريبة بس صح، انه شال طارق طه ونزل احمد توفيق. الناس الاول قالت ازاي احمد توفيق يجي، طب ما كان اسهل تنزل ايمن منصور، ايمن منصور ما بيعرفش يلعب باك شمال بقاله 3 سنين من ايام ما كان مع حسام حسن، وهو اللي غير له مكانه في النادي المصري. ثانيا ايمن منصور عاوز يمشي ويروح نادي الزمالك عشان ابوه، فنفكر دماغنا بقى شويه، عشان ايمن منصور انا بالنسبه لي خلص من نادي بيراميدز، الست شهور دول هتكل على الله ونخلص، وما دام ابوه بيزن عليه من السنه اللي فاتت وكلكم قلتوا، انا قلت لكم انا شاكك ان ساعه ما ابوه قال من قبل ماتش الزمالك السنه اللي فاتت ان الواد عاوز يرجع وزعلان ولا لازم اجيبه نادي الزمالك، وقلت لكم بلاش يلعب وكلكم وقعتوا ضدي، بانت ان فعلا ايمن منصور لا يصلح معانا، وان الست شهور دول يقضوا طول وعرض، ولو حد عاوز يشتريه يشتريه ونخلص، ويا ريت لو يخش في صفقه نادي الزمالك وناخد مكانه فرجاني اساس، وست شهور بست شهور سلام عليكم. المهم ان ايمن منصور ما كانش ينفع في الجهه دي، فهو لاعب واحد محتاجه سريع ومحتاجه يمسك الكرة ويضغط لقدام عشان المنطقة دي تبقى مقفولة عليك، فحتم أحمد توفيق، وده كان تغيير كويس لأن فعلا الشوط التاني ما كانش فيه هجمات خطرة من الجهة دي، بالعكس ده الهدف التاني كانت هجمة أولانية ما بين أحمد توفيق ورمضان صبحي وعبد الله السعيد، وكان المفروض عبد الله السعيد يكمل ووصل لحد المرمى اتقطعت منه، وضغطنا وجبنا الكوره من عمر جابر اللي لعبها لاحمد توفيق ورجع اديها لعمر جابر لعبها لرمضان صبحي، كان لسه عبد الله جوه منطقه الجزاء، ورمضان صبحي عمل فينت رائع جدا ورقص 2 واحرز الهدف الثاني، ويعتبر الثالث ليه في الدوري، وهدف ممتاز ورائع من اهداف العفياجي رمضان صبحي. وبعديها ابتدينا نمسك الكوره، الموضوع هدي وابتدينا الكوره بقت سهله بالنسبه لنا، خلاص 2-0 ونادي المقاولين ما كانش له شكل لانه مش قادر يطلع بالكوره، وكان دايما خط النص مقفول، فشال عمر جابر ونزل محمود حماده اللي له دور مميز الصراحه ولاعب مهم جدا بالنسبه لنا، زيه زي عمر جابر، يعني مفيش حد احسن من حد ولا حد يمشي وحد يقعد، الاثنين مهمين جدا، فادى دور، وكان لعبنا كرة سريعة لأن الجون الثالث كان آوت من أحمد فتحي لعبه له محمود حمادة لعبها لعبد الله، عبد الله لعبها له قلب على طول مرة واحدة كده شقلبة لحد ما جت محمود حمادة كمل، وعبد الله جري وراه وكمل، وبعد كده اتقطعت لمحمود حمادة لعبها وهو بيقع لعبد الله، وصل لحد منطقة الجزاء، كل الناس متخيلة إن هو هيشوط ولكن هو استنى المهاجم اللي الناس سايباه خالص اللي هو رمضان صبحي لعبها له وحطها رمضان صبحي عشان يحرز الهدف الرابع. وسبحان الله قبل 24 ساعة بس من المباراة كان رمضان صبحي زعلان، ورمضان صبحي قال لهم يا جيبوا فايلر وهمشي، يا إما رمضان صبحي قال لهم يا جماعة أنا ما ينفعش معايا، وكل صحابه بتتكلم عن فساد رمضان صبحي وإنه فشل وإن الطموح اللي هو كان بيتكلم فيه ملوش لازمة، وبص كهربا اللي جه مكانه في النادي الأهلي بقى هداف الدوري بعد 90 دقيقة، بقى رمضان صبحي هو هداف الدوري، وان الطموح اللي كان جاي عليه حققه، وانه لسه هيحقق اكتر مع نادي بيراميدز،
فانا مش فاهم ايه فكره الصحافه ان هي تقعد تهاجم وخلاص، ولو على الضغط اضغطوا زي ما انتوا عايزين. انا قلت قبل كده النادي كان عنده حق انه يجيب دكتور نفسي عشان يعمل 3 كلمات: تعديل سلوك رياضي. ده مش جنون ولا هبل ولا ان الراجل اتجنن ولا اي حاجه من اللي انت بتقول عليها دي، وده موجود في كل انديه العالم. لازم دكتور نفسي مع الفريق عشان يقدر يظبط الفريق ويطلعه من الضغوطات. اديكوا شفتوا بعد ما شلت الضغوطات من رمضان صبحي حصل ايه، وهو ادى ازاي وبقى هداف الدوري. فده مش حاجه وحشه ان انت تساعد اللاعب ان هو يطلع من الضغوطات دي. طيب وبعد كده بعد ما رمضان صبحي احرز الهدف الثالث وبقى هداف الدوري وحصل التغييرات، وكالعاده انتونجا تاه لوحده لما لقى نفسه في وسط الملعب، فغلط الغلطه اللي احرز بيها نادي المقاولين الهدف في الوقت بدل الضايع. صحيح هو الجون ما اثرش في اي حاجه، ولكن الجون بين لنا ان دونجا ما ينفعش يلعب لوحده. دونجا لازم دايما تلاقي حد يسند معاه. احساس حتى لو مركز مش موجود 4 1 4 1، بس ما ده حد بينزل يغطي معاه، لازم حد ينزل يغطي مع دونجا. بعد المباراه اروى بارينا كان فرحان جدا ان احنا ادينا المباراه دي، وقال ان انا لعبت بتراوري عشان هو لاعب متشكس وهيفضي لي اماكن، وان انا بعمل تدوير عشان الدوري العام والدوريات والمباريات الكتيره، وان هو ممتاز وفرحان جدا برمضان صبحي وبعبد الله سعيد وباللعبه دي كلها، وان هو ادى الفريق 48 ساعه راحه لان الفريق بقاله اسبوعين بيلعب كل 3 ايام، فاداهم يوم راحه عشان مباراه سموحه اللي هتبقى يوم الجمعه الساعه 2:30 في استاد اسكندريه. وبالمناسبه احنا هنلعب في استاد اسكندريه رغم ان الاهلي والزمالك بيلعب سموحه في استاد برج العرب، وما دام الكوسه بكوسه بقى الاهلي هيلاعب البنك الاهلي في استاد غير استاد العباسيه اللي احنا اتبهدلنا فيه. فانا عايز اعرف برضو ايه الكوسه اللي احنا شغالين فيها، احنا لعبنا ليه في استاد العباسيه ما دام هو مش هيلعبوا فيه مع الاهلي والزمالك؟ يبقى ملوش دعوه بالدوري. ومحمود فتح الله قال برضو كلام مهم جدا، قاله جوه الملعب ان كل الاداء كان مهم وان اللعيبه كانت مركزه، واكد على الكلام ده مع مهيب عبد الهادي اللي اتصل بيه عشان ياخد منه كلمتين: احمد فتحي هيرجع النادي الاهلي امتى، وانتوا هتعملوا ايه في ماتش النادي الاهلي؟ لا فارق معاه هو بقى الفريق يعمل ايه ولا ما يعملش ايه، واللقم اللي هم بيعملوه عشان يطلعنا من تركيزنا في ماتش سموح عشان ماتش الاهلي، مش احنا يا حبيبي، احنا مش بندور على مركز عشان احنا فرحانين قوي هنعمل ايه في ماتش الاهلي، طز في ماتش الاهلي. احنا بناخد كل مباراه بمباراه، احنا قدامنا سموح، الاهم ان احنا نفوز على سموح، بعد كده نشوف ماتش الاهلي هنعمل فيه ايه. انت ليه بتقدر بلعب لقوة؟ ايه اللي احنا هتعمله ايه في ماتش الاهلي وانت عندك ماتش سموح؟ الكلام ده تضحك بيه على الفرق الكسر اللي انتوا بتلعبوا بيه، مش احنا. احنا ناس بتاخد كل مباراه بمباراه. خلصنا مباراه المقاولين، لازم نفكر في مباراه سموحه، وبعد كده نفكر في مباراه الاهلي، وبعد كده نشوف ايه المباراه اللي بعدها لحد ما نحقق كل الفوز في كل البطولات. انما مش هتيجي تضحك عليا كل مره تقول لي في ماتش الاهلي وسيبك من ماتش سموحه. ده كلام اهبل ملوش اي 60 لازمه عندي ولا يخصني البصل. ان شاء الله احنا عندنا مباراة سموحة هتبقى يوم الجمعة زي ما قلت في استاد الاسكندرية غصب، اللي هو ضيق جدا، والساعة 2:30 الظهر عشان ام كاس العالم لكرة اليد اللي جاي على دماغنا كلنا. وانا مبسوط جدا ان رمضان صبحي قدر خلاص يرجع لمستواه ويبعد عن الضغوطات، لكن احنا لسه ناقصنا لا يقل عن 3 صفقات: واحد في الدفاع، ونخلص من ايمن منصور، ونشوف عبد الله بكري ممكن يرجع السعودية عشان المنتخب السعودي ولا لا، ولازم واحد في خط النص، واتمنى ان يكون فرجاني الساسي من نادي الزمالك وناخده بمشاكله من نادي الزمالك ونستغلها وناخده، ولازمنا واحد مهاجم مصري او اجنبي، المهم ان يكون في مهاجم لحد ما وادي يرجع، لان هو وادي وادي والمهاجم ده ودودو هم اللي اكملوا. اعتقد ان انطوي صعب جدا هيكمل معانا. لازم اقول ان احنا خلاص فاضل 3 ايام وابراهيم حسن هيرجع وهينضم لان الايقاف هيقف عليه. لازم اقول ان قدامنا 4 ايام 5 ايام وفاروق هينزل التدريبات، مفيش حاجه اسمها ان فاروق ماشي ولا الكلام ده، فاروق في دول 4 ايام وهينزل التدريبات وممكن يخش القايمه في مباراه سموحه. قدامنا 15 يوم عشان نعمل الصفقات دي، باذن الله هنقدر نحقق الفوز. المهم ان الروح دي تستمر وان الضغوطات دي تتشال، لان احنا فريق اكبر من كده. ان شاء الله اشوفكم في اللايف بالليل. شكرا.